لنا الشرف لكي يحتضن المغرب رئاسة الحوار 5+5، وهو الاجتماع على المستوى الوزاري اللي غادي يكون غدا إن شاء الله. وكانت فكرة ومبادرة مغربية من أجل إضافة واحد حوار على مستوى المجتمع المدني لهذا الحوار السياسي واللي هو عنده صفة رسمية. نظن أنه جد مهم أن يكون حوار مجتمع مدني وبين الشباب خصوصا ديال الدول العشر، من أجل أولا تقارب الرؤى، ثانيا أيضا هناك مشاكل مشتركة، هناك نقاط، هناك أيضا نوع من الثقافة المشتركة وتاريخ مشترك وقيم مشتركة. لذلك هذا التقارب نحن متأكدين أنه غادي يعطي واحد النتيجة ديالو، نتيجة إيجابية، لأن تتخلق أولا تيكون فيها مقارنة ما بين التجارب، ثانيا كتنمي روح الاقتراح والمقترحات، ثالثا كتجيب فعلا حلول أو مقترحات اللي يمكن نتخذها كحلول. نتمنى أن يكون هذا اللقاء أو هذا الحوار ما بين حوار المجتمع المدني 5+5 يبقى دائما. لذلك تنتكلم على طريقة من أجل تشريع هذا الحوار باش يكون دائما على يكون بجانب الحوار الرسمي، دائما حوار للمجتمع المدني وللشباب 5+5. ننتظر نتائج الورشات، هناك ورشتين مهمتين، واحدة تعني المبادرة الحرة في مجال المقاولات، والثانية كتعني التكوين المهني، التشغيل، وأيضا ما يسمى بالموبيليتي أو الترحال من بلد الآخر وكذا وكذا بما فيها قضية الهجرة. نحن متأكدون أن الجمعيات الحاضرة اليوم من جميع بلدان البلدان المغاربية وبلدان 5+5 بصفة عامة، متأكدون أيضا أن الكفاءات الحاضرة اليوم، شابات وشباب لحاضرين اليوم، أن أيضا العطاءات ديالهم وعطاءات العطاءات الدبلوماسية الموازية المغربية والدبلوماسية الرسمية وأيضا عطاءات الاتحاد من أجل المتوسط سوف تمكننا من التوصل إلى نتائج جد مهمة يمكن إن شاء الله نضيفها لقرارات الحوار الرسمي ديال